شوفوا يا شباب، لحتى أكون صريح معكم، هذا التحديث يا شباب 13.40 من أفخم التحديثات حاليا معنا يلي نزلت بالشابتر 2. من الآخر عم حاكيك، هذا التحديث رح يكون من أفخم التحديثات، أولا لأنه في سكنات مسربة رح تكون بشكل حزمات ومع في بوكس حلوة جدا، وتانيا رح يكون في تسريبات خاصة بحدث جديد يلي هو رح يكون مشابه جدا لحدث المكعب يلي ظهر معنا أيام السيزون 5 شابتر 1، ورح يكون معنا تسريب جديد لمود جديد ولبعض الأشياء اللي تم إضافتها ورقصات ومهمات سرية وإضافة أسماك فلوبر جديدة ومحطة راديو بدنا نسمع فيها أغاني لحنا وعم نسوق السيارات. للصراحة هذا التحديث من أفخم التحديثات حاليا اللي أنا شفتها بالشابتر 2، أول شيء بالنسبة للسيارات وبتاني شيء بالنسبة لكل شيء رح يتم إضافته. أنا الصراحة في كتير عندي معلومات رح أحكيها بهذا الفيديو، فبتمنى منك تكمل المقطع للآخر. لو أنت بتحب قصة فورتنايت وحابب تعرف قصة فورتنايت لوين متجهة والتسريبات اللي نزلت معنا بالتحديث 13.40، وبالنسبة للأحجام بالنسبة للتحديثات اللي نزلت معنا بالنسبة لجميع المنصات، عن كل شيء الصراحة أنا أحكي لك كل شيء عن هذا التحديث. فبتعرف قبل ما أبلش الفيديو تبعي يا ريت تدعمني باللايك وتكومنت حلو برأيك وتستخدم كود الدعم بالآيتم شوب، ولو أنت أول مرة عند تشاهد فيديو على القناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. مثل ما بنعرف يا شباب ببداية كل فيديو تسريبات للتحديث الجديد بحكي عن أحجام التحديثات. بالنسبة للتحديث 13.40 يلي نزل معنا بتاريخ 5/8/2020 اللي نزل معه السيارات، بالنسبة للأحجام يا شباب بالنسبة للبلايستيشن 4 رح تكون 3.77 جيجا بايت، وبالنسبة للبي سي رح تكون 2 جيجا بايت، وبالنسبة للإكس بوكس رح تكون 4.24 جيجا بايت، وبالنسبة للموبايل رح تكون 1.73 جيجا بايت. هاي بالنسبة للأحجام يا شباب للتحديث 13.40. هلا اول شيء خلينا نفوت على الخفيف يا شباب. اول شيء بتعرفوا انتم صناع المحتوى في فورتنايت بيتم ارسال لهم مثل ايميل سري او مثل ايميل فقط لصناع المحتوى، يعني مثل مظهر امامك هذا هو الايميل، بيكون في بعض الاشياء المسربه قبل ما يصير التحديث، يعني بيجينا هذا الايميل لصناع المحتوى قبل ما يصير التحديث وقبل ما نشوف اي شيء بملفات اللعبه بيجينا. بس هذا الكلام كلياته اللي قدامك ما له اي طعمه بالنسبه لسمر سبلاش ال تي ام، يعني المود وما مود والبارتي رويال وهالقصص هي. بس في شغله لفتت نظري جدا، وهي طبعا رح تكون شغله اساسيه بما ان تم ارسالها لصناع المحتوى يلي ظهره امامك، جروف تو ذا ميوزك، يعني معنى اغاني على الطريق. شو معنات هذا الكلام؟ معناته انه يور رود تريب ان ايلاند نيدز، يعني مهم اللي هو انه رح يكون معنا على الايلاند، ما بعرف ايش هيك انا بتفتى بحكي انجليزي، بالنسبه معنا رح يكون بالايلاند او بالجزيره انتوا عم تسوق السيارات، في معنا ساوند تراك يعني رح يكون معنا اغاني، ورح يكون معنا راديو ستيشن. راديو ستيشن يعني محطات راديو، يعني يا شباب انتوا عم تسوق السيارات رح يكون معنا راديو ورح يكون في محطة أغاني تسمع فيها. وبالنسبة بعد منه تكملته انه بالنسبة لصناع المحتوى انه لازم يخفوا صوت الاغاني مشان ما ياخذوا كوبي رايت بالنسبة لصوت الاغاني على اليوتيوب او على الستريم. هذا النص يعني الصراحة انا خوتني، لانه رح يكون في راديو بالنسبة لك انت عم تلعب بفورتنايت. هاي الشيء غريب جدا بالنسبة للعبة، ورح يكون نقلة حلوة جدا بالنسبة للسيارات، ورح يكون مسلي جدا. وتاني شيء معنا اللي هو رح يكون عن اسماء محطات الراديو. محطات الراديو رح يكون في 4 محطات عالمية باسماء البارتي رويال، راديو يوندر، والبيت بوكس، باور بلاي. هذول هن بالنسبه لاسماء محطات الراديو. هلا احنا خلصنا هذا الجزء، بالنسبه خلينا نفوت لهي الماب. ما في اي شيء تغيير للماب بالنسبه لماب التحديث، مثل ما هي ما في اي فرق. هلا حاليا تم اضافه اسماك معنا جديده للعبه، مثل مظهر امامك شيء 500,000,000,000 سمكه، يعني ما يقارب ال9 أو ال10 سمكات تم اضافتها معنا للعبه بالاسماء الاتيه اللي هي رح تكون باسم فلوبر فاير، فلوبر هوبروك، فلوبر جيلي فيش، فلوبر ميركين مدري شو، فلوبر شيلد، فلوبر ثريمل. هدول هن بالنسبه لاسماء الفلوبر اللي ظهرت معنا. انضاف تقريبا كميه اسماك رهيبه بهذا التحديث، ما بعرف شو شغلتها هي الاسماء، بس تم اضافه هدول الاشياء. وبالنسبة يا شباب للحزمات المسربة معنا، تسرب معنا 3 حزمات، مثل مظهر امامك حزمة باتمان، حزمة الروبوت الاسود مع الشادو بشكل عام مع سكنين سود شادو، هذا تسرب معنا من التحديث الماضي، هذا السكن تبع جوردن الاسود بس هلا نزل معنا بشكل حزمة. والحزمة الاخيرة معنا اللي هي الخرافية جدا، رح تكون ظاهرة امامك اللي هي بنت حاطة على راسها خوذة عليها جمجمة. اول شيء رح يكون هو 3 ستايلات تمام لحد الان، ورح يكون مع 1500 في بوكس، ورح يكون معها رقصة خاصة فيها لهذا
سكين. طبعا هلا رح ورجيك اياها بتسريب الرقصات. الصراحه هاي الحزمه حزمه خرافيه جدا، لانه رح تكون بثلاث ستايلات وب 1500 في باكس مع غير سعرها طبعا، يعني انت لو اشتريتها ب 20 دولار رح يكون مع 1500 في باكس غير ثلاث ستايلات والرقصه الخاصه بهذا السكين الخرافي. هاي بالنسبه للحزمات. وبالنسبه للسكنات يا شباب، مثل مظهر امامك هدول هن السكنات بشكل عام وبشكل سريع، ما في اي شيء حلو، يعني انه شكل طبيعي مو كتير حلوين، يعني ما في غير هذا تبع الروبوت اللي كلياتنا بنعرفه اللي هو تبع التاكسي او الاصفر تبع اختبار الاصطدام بالسيارات، طلع مزبوط معنا وطلع معنا بالايتم شوب. مجرد ما انك انت تفتح اللعبه يوم التحديث رح يظهر امامك الايتم شوب مثل مظهر امامك هذا هو، ورح يكون سعر السكن الدمي ب 1200 اللي هو هذا الدميه الصفر. وهي التحديثات او هي الاضافات كلياتها بالنسبه للبيكاكس وللحزمات وللرقصات وهالقصص. طبعا هي كلياته بالنسبه لاضافات الشغلات الخفيفه. انا هلا بلشت لك بالاشياء الخفيفه، وبالنسبه لالوان الاسلحه هلا بقى بدنا نفوت بعد منها بالنسبه للحدث الجديد اللي قادم معنا وللمود الجديد اللي هو باسم نيتروجين وبشغلات تانية اللي حتجي معنا بلعبة فورتنايت. فانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك الرقصات، وهدول هن السكنات لو انت ما شفت الرد شوفهم مرة تانية ليكون ظاهرين امامك، ما يقارب تقريبا 6 سكنات. وبالنسبة لسكن ستيف هذا اللي ظاهر امامك، سكن المشرد هذا تبع ستيف، هو فعلا رح يكون باسم المشرد، هيك رح يكون اسمه بالعربي. هذا السكن يا شباب رح يجي معنا تقريبا ب 800 في بوكس، ما حيكون سعره عالي، تقريبا 800 في بوكس هيك بس السعر هذا رح يكون. وهلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك الرقصات، هن كلياتهم ثلاث رقصات بشكل عام، فهلا رح اتركك معهم تشوفهم ونكمل مع بعض بالنسبه للحدث الخرافي والاشياء الخرافيه الثقيله يعني اخر شيء. مثل ما شفت هذول هن الرقصات، في رقصات كتير منوعه، في رقصه تقريبا رح تنزل بالايتم شوب، ورقصه خاصه بالحزمه، ورقصه خاصه بفريق ليفربول مع النشيد تبعهم، هيك مثل ما بيقولوا. انا الصراحه ما بفهم ابدا بالفوتبول يعني، فهذا هو بالنسبه للرقصه. هلا بقى خلينا نفوت على الشيء الثقيل معنا بالنسبه يا شباب للحدث. تسرب معنا بملفات اللعبه اشياء خرافيه جدا بالنسبه للحدث. اول شيء خليني احكي لكم نقطه نقطه بالنسبه للحدث اللي قادم معنا. الحدث اللي قادم معنا يا شباب رح يكون باسم هاي تور او باسم البرج العالي، هاي تاور يعني تقريبا، يعني رح يكون باسم البرج العالي. هذا هو اسم الحدث اللي حيكون معنا قادم بلعبة فورتنايت بهذا التحديث او انتقالا للسيزون الجاي. مثل ما قلت لكم انا في فيديو سابق بالنسبه للتسريبات، قلت لكم انه حاليا في عنا تحدي مخفي للمركبه الفضائيه وانا شرحته عندي بالقناه، ولكن قلت لكم معه انه الفورتنايت رح تبلش بالسيزون 4 رح تبلش باشياء فضائيه جديده، وفعلا طلع كلامي صح 100% مثل ما انا حكيت. وهلا سرب معنا بعض الاشياء الخرافيه جدا ورح احكي لك اياهم وحده وحده. اول شيء يا شباب مثل مظهر امامك هذا هو اللوجو. اللوجو هذا انت طبعا اول وهله بتشوفه ما حتفهم شو هاد، شي طبيعي انك انت ما تعرف شو هاد. يا شباب هذا اللوجو رح يكون معنا من اثر التحديث او من اثر الحدث اللي رح يكون باسم هاي تاور. هذا الحدث يا شباب رح ينزل معنا ورح ياثر معنا بالخريطه بعلامات ويطبع علامات بهذا الشكل. لو احنا اطلعنا على شي علامات او اطلعنا على شي ثاني شو بنتذكر؟ بنتذكر الكيوبس او بنتذكر المكعب. المكعب مثل ما بنعرف كان يمشي بالخريطة ايام السيزون 5 وهديك الفترة، يعني مهم بالشابتر الاول كان يمشي معنا بالخريطة ويتنقل ويعمل علامات بالارض مثل مظهر امامك تشبه هي بالضبط، بيطلع علامات وبعد منها بيضل عم يمشي المكعب. هيك احنا بلشنا قصة فورتنايت وانتقلنا وصار معنا طاقة والاشياء هي بقى حكاية الحديث كلياته. بس احنا هلا احنا شفنا هذا اللوجو، انت شو بعرفك يا نعيم انه هذا شبه هاد؟ تسرب معنا بملفات اللعبه، رح سمعكم مقطع صغير بالنسبه للاشياء اللي هي خاصه بهذا الحدث، وطبعا رح سمعكم مقطع ثاني اللي هو مدته دقيقه بنهايه الفيديو، بتسمع كل شيء اصوات. وهلا رح اتركك مع مقطع صغير جدا بسمعك الاصوات. مثل ما سمعتوا هدول هن الاصوات يا شباب، بشو بذكرونا؟ بذكرونا بالريفت. وداخل ملفات اللعبه بيوجد اصوات او بيوجد ملفات صوتيه
نفس اسم تبع الريفت، نفس اسم تبع الريفت وتبع الحدث القديم اللي كان معنا ايام المكعب وايام ما فتح معنا ريفت بالسماء وايام الصواريخ تبع الفيزيتور. طبعا كل هذا متشابه، طبعا هذا الحدث مع هذا الحدث تقريبا متشابه جدا. ولاعلمكم انه تم تحديث ملفات الصاروخ داخل ملفات اللعبة تبع الريفت، لانه تم اضافة ريفت معنا، ولحد الان تم اضافة صاروخ او اضافة ملفات الصاروخ القديمة. ليش لحد الان ما حدا بيعرف؟ وهي الأصوات اللي ظاهرة أمامكم أو الموجات الصوتية، هاي الموجات مخفية بتدل على سكن جديد قادم معنا أو تسريب سكن جديد قادم معنا. متوقع هذا السكن يكون تبع فيزيتور، ومتوقع كمان شغلة تانية أنه لح يكون هذا الحدث متعلق بالفضاء ويجي معنا فيزيتور جديد بخلال السيزن الرابع ونبلش قصة جديدة خرافية مثل أيام السيزن 4 بالشابتر الأول. هيك إحنا بلشنا بالسيزن 4 وهيك صار معنا حاليا بالنسبة لهذا السيزن. أنا طبعا بنهاية المقطع لح أتركك مع مقطع صغير بوسمعك جميع الأصوات اللي هي مدتها دقيقة بالنسبة لهذا الحدث، بس أنا ما لح أحكيها لأنه لح أطول شوي عليكم، ولح أحكي لكم بس آخر شغلتين معنا، أو آخر أي آخر شغلتين اللي حيكونوا معنا. آخر شغلتين معنا يا شباب في مهمة سرية قادمة معنا، يلي هن اللي هدول الجلي أو المرجان البحري أو ما بعرف شو بسموه يعني. طبعا كلياتنا نعرف التحدي المخفي، أنا شارحه عندي بالقناة. نزل معنا تحدي مخفي جديد داخل ملفات اللعبة يلي هن اللي إلهم نفسهم، ولكن عم يبنوا مصنع كيماوي وعم يبنوا كيماوي أو نووي مثل ما أنتم بتسموه يعني. هدول هن الصور الظاهرة أمامك عم يبنوا مباني جديدة، وهن لبسوا نظارات تبع الإشعاعات، ومثل مظهر أمامك صورة البرميل النووي. يعني هلا هن فاتوا بمجال النووي حاليا، كانوا أول شيء عم يبنوا أهرامات وعم يبنوا سفينة، هلا صاروا عم يبنوا نووي بالخريطة. طبعا نحن بدنا نساعدهم أنه هن يبنوا هذا الشيء مشان ناخذ لحنا 25000 XP. أول ما بينزل التحدي مثل العادة أنا بكون عامل التحدي المخفي وشارح لك إياه مشان تاخذ ال 25000 XP، فأنت تأكد أنك مفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. وطبعا الحملة إني أوصل ل 20000 مشترك قبل نهاية السنة لسه شغالة، وبتمنى أن نوصل لهذا العدد. وبالنسبة للخبر الأخير يلي معنا يا شباب، الخبر الأخير اللي هو عن مود جديد خاص بالسيارات باسم النيتروجين. هذا المود يا شباب لح يكون LTM أو لح يكون مود مؤقت مثل ما ظهر أمامك. هدول هن الصور الخاصة بالمود LTM، وهدول هن صور الشاحنات اللي معنا باللعبة. طبعا تم إضافة السيارات بشكل رسمي، أول ما هتفتح اللعبة لح تلاقي سيارات ولح تقدر تسمع أغاني وتروق وضعك على الأخير. هيك انا بكون شرحت كل شيء بالنسبه لهذا التسريب وما نقصت اي شيء. فانا بتمنى انك انت شفت المقطع كامل لحتى تكون انت اول شيء عرفان قصه فورتنايت لوين متجهه وكل شيء تسريبات بالنسبه لهذا التحديث. الصراحه ما في اي شيء اضافي بالنسبه لسكنات ورقصات، ولكن الاشياء الخرافيه اللي تم اضافتها معنا باللعبه بالنسبه للحدث والاشياء الثانيه والسيارات ومود النيتروجين والقصص هي الصراحه خرافيه جدا، وهذا من افضل التحديثات اللي انا شفتها خلال هذا الشابتر. فاتمنى تكون عجبك هذا المقطع واستفدت ببعض المعلومات. لا تنسى انك انت تشيره مع اصدقائك لحتى يعرفوا عن المعلومات مشان تدعمني اكتر، ولا حاب تدعمني كود دعم بالاتم شوف نيمو 9، وبتنورني طبعا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد. وبتمنى يكون عجبك المقطع مرة تانية، وبرعاية الله.